النهارده اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي نتائج الدراسه اللي قامت بها وزاره الصحه بشان التعامل مع ظاهره توقف القلب المفاجئ. الظاهره دي اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها كتير قبل كده، وقدمنا عليها كمان مجموعه من التحقيقات التلفزيونيه اللي بتتحدث عن انه هذه الظاهره اصبحت بتحصل فجأة وبتحصل كمان لأعمار يعني مش المفروض إن هو يصابوا بهذه الأزمات اللي بيتوقف فيها القلب بشكل مفاجئ وبتكون أو تؤدي إلى الوفاة. الوزارة قالت إنه هيتم نشر عدد من الأجهزة اسمها أجهزة إزالة الرجفان القلبي، وهتكون هذه الأجهزة موجودة في عدد من الأماكن بشكل تجريبي، زي الأماكن اللي بيكون فيها يعني موجود فيها عدد كبير من الناس، زي مطار القاهرة الدولي، محطة قطار مصر، محطة مترو زي السادات، مثلا الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، مصلحة الجوازات، مجمع السجل المدني، ومجموعة من المحاكم الكبرى. وقال إنه هذه الأجهزة هتكون موجودة بحيث إنه أي حد لا قدر الله يصاب ب يعني هذه الأزمة، وجود هذا الجهاز بيؤدي إلى إنقاذ المصاب بهذه الأزمة بنسبة 90%، يعني 90% من اللي بيتم التعامل معهم مباشرة بهذا الجهاز يعني بينجو من هذه الكارثة. معنا دكتور محمد عبد الهادي، مدير معهد القلب القومي. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، أمسي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. ممكن بس نفهم أكتر إيه فكرة الرجفان القلبي وإيه هو الجهاز اللي هيتم تعميمه بشكل تجريبي في عدد من المناطق؟ طيب عشان نتناول الموضوع بشكل مبسط للساده المشاهدين، في البدايه طبعا لازم نعرف انه السبب الاول وفيات في العالم كله مش في مصر بس، هو ازمات القلب المفاجئه وازمات القلب الحاده الناتجه عن جلطات القلب وعن الاعتدال في كهربه القلب المفاجئ اللي بيؤدي الى رجفان قلبي، يؤدي الى عدم تدفق او خروج الدم من القلب جسم المخ اللي على اثره تحدث الوفاه. من منطلق أهمية الوفيات وارتفاع نسبتها بالنسبة لأزمات القلب في العالم كله مش في مصر، يعني احنا نتخيل انه 60% من أسباب الوفيات في العالم كله سببها أزمات القلب المفاجئة. في مصر احنا رصدنا سنة 2022 46% من إجمالي الوفيات في مصر كان بسبب توقف القلب المفاجئ نتيجة جلطات القلب الحادة أو الاعتدال في كهربة القلب المفاجئ. فالموضوع ده دي أهمية قصوى لأنه هو السبب الأول للوفيات على مستوى العالم وفي مصر. إحنا في سنة 2023 لقينا إنه جلطات القلب الحادة مثلت 16% من الوفيات، ودي في ممكن نضم ليها جلطات القلب غير التامة وممكن نضم ليها الاعتلال في كهربة القلب. من هذا المنطلق الدولة الحقيقة بمبادرات الصحة الحمد لله بتولي أهمية كبيرة جدا للأمراض اللي بتهدد صحة المجتمع وصحة الإنسان المصري. عشان ما تقولش على حضرتك، هو في احنا في ديسمبر 22 أطلق معالي الوزير الصحة مبادرة كل ثانية حياة، أي أنه كل ثانية بتفرق في عمر البني آدم المصاب بأزمة القلب الحادة، كل ثانية بتفرق، وأنه النتائج اللي احنا خدناها أفضل نتائج كانت في اول 90 دقيقه من حصول الازمه، ان احنا نوسع الشريان اللي حصل ليه انسداد بسبب الجلطه الحاده عشان نرجع نخلي عضله القلب تضخ بشكل منتظم. المبادره دي انبثقت عنها اجتماعات متتاليه للجمعيه العلميه للرعايه العاجله، واطلقنا رقم موحد اللي هو 16474. الرقم ده يتصل بيه اي مريض قلب من اي يعني محافظة، من أي حي، من أي منطقة في الجمهورية. ده كام يا فندم الرقم؟ 16474. ده رقم 16474 ده رقم إيه بقى؟ يعني لو حد لا قدر الله، ده رقم موحد بيتلقى بلاغات الحالات اللي تمس جلطات القلب الحادة أو أزمات القلب الحادة اللي ممكن تنهي الحياة. أول ما المريض بيتصل بالرقم ده على طول بيتم توصيله بالغرفة في الرعاية العاجلة وزارة الصحة، ومنها بيتلقى البلاغ دكتور متخصص في أمراض القلب بيفحص شكوته ويتأكد إن الأعراض اللي هو بيشتكي منها تمس القلب، على طول بيوجهه لأقرب مستشفى بالاتصال بالإسعاف، ممكن ينقله لأقرب مستشفى عشان يتلقى فيها الخدمة لإنقاذ حياته.
طيب الجهاز اللي المفروض هيتم تعميمه في عدد من الأماكن، الجهاز بقى اللي هيتم تعميمه نتيجة التوصيات المتكررة للجمعية العلمية للرعاية العاجلة. احنا الجهاز ده موجود في دول العالم متقدمة، دول العالم الغربي وكمان في بعض الدول الغربية. الجهاز ده احنا بنقول ان هو يدي صدمة كهربائية بتسبب ان هو زي بنسميه قاطع ارتعاش او مزيل ارتجاف. الارتجاف ده عبارة عن عضلة القلب ما بتديش تضخ، بتبتدي ترعش، وبالتالي الدم ما بيخرجش من عضلة القلب. الصدمة دي ممكن ترجع عضلة القلب للشغل، لانه احنا بنقول اذا الدم انقطع عن الانسجة الحيوية وعن المخ لمدة 3 دقائق ممكن تحدث الوفاة. في اقصى الظروف وفي حالة لما يكون حد مش مصاب بامراض مزمنة او في مقتبل الغرب ممكن المخ يستحمل 6 دقائق من غير تدفق الدم والاكسجين ليه. فمن هنا كانت فكرة تعميم الجهاز ده عشان يدي صدمة كهربائية ترجع القلب للنبض الطبيعي عشان تنقذ حياة البني آدم لغاية ما تيجي الفرق الطبية المتخصصة والإسعاف. هو ده اللي أنا كنت عايز أسأل حضرتك عليه، الجهاز هيكون موجود في بعض المناطق، لكن في بعض هذه المناطق زي مثلا مصلحة الجوازات أو المطار على إنه يكون في المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية. حضرتك هيكون في حد بقى بيستخدم الجهاز أو طبيب مختص ولا إيه؟ إحنا الحقيقة في 3 فرق معنية بالموضوع، يعني احنا بنقول بنصنف الناس ل3 فرق، ممكن يكون حد مدرب وحد غير متدرب وحد اتدرب ونسي في بدايه التشغيل التجريبي. لا، احنا هنختص بيه الفرق المتدربه التي تجيد التدريب وتجيد التعامل مع الجهاز في فتره تجريبيه 12 شهر، وبعد كده نعمم التجربه. الاماكن اللي حضرتك اعتمدها مجلس الوزراء في الاجتماع النهارده كانت مطار القاهره، وكانت حضرتك محطه مصر للقطارات، وكانت محطة السادات لمترو الأنفاق وجوازات، والمحاكم الكبرى، والأماكن اللي والسجل فيها السجل المدني، والأماكن اللي فيها كثافة سكانية أو فيها ترددات بشرية عالية لإنقاذ المرضى. نعم. الجهاز ده بيبقى عبارة عن إنه في 2 بادلز أو بنسميهم مخدتين، والمخدتين دول بتتحط واحدة فيهم أسفل الكتف الأيمن والتانية عند الصدر عند الناحية الشمال. والهدف منها انها تدي صدمه كهربائيه في وقت معين بشخص يجيد التدريب والتعامل مع الجهاز، ترجع نبض القلب لوضعه الطبيعي حتى ينتظم ضخ الدم لحين استكمال انقاذ المريض في الرعايه المتقدمه ورعايه المؤقته. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الهادي مدير معهد القلب القومي، شكرا لحضرتك.